وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر انخرطت في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى أن الاستثمارات في مجال البنية التحتية بلغت نحو 170 مليار دولار. وأوضح أن ذلك أسهم في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات. انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، وبلغت الاستثمارات في مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار في خلال هذه الثمان سنوات. ولم يسهم ذلك فقط في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم أيضا في توفير نحو 5 مليون فرصة عمل جديدة للشباب المصري. وأود في هذا السياق الإشارة إلى المشروع التنموي الضخم الذي ينفذ بأياد مصرية وتنزانية، وهي مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، والذي يعد نموذجا يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، ويبرز الإمكانات والخبرات التي تختص بها الشركات المصرية في مجال البنية التحتية. وتقف مصر على أتم استعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة.